الله قيض المملكة أنه في شخص اسمه محمد بن سلمان بن عبد العزيز يطلع في هالوقت، لأن المملكة بحاجة إلى تغيير. فما هي ما هي سالفة أنه 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 والله كان، أنا أحس أنه في شيء إلهي. ليه؟ الأسباب يعني. الأمير محمد جاء في وقت أصبحنا فيه نعد السنين اللي بتكفينا، أو اللي هالثروة النفطية الناضبة، أصبحنا نقول كذا بعد عام كذا خلاص ما عاد في بترول. جاء في وقت يعني في الحقيقة كنا رايحين كذا حنا، والدنيا كلها رايحة كذا، فعدل مسارنا وأصبحنا نواكب الدنيا.